السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم حاجة جميلة جدا، المطبخ ما بيخلاش منها، على طول بنستعملها واستعملنا منها بيكون كتير، فانا النهاردة حبيت اعملها بشكل جميل وموفر. يلا هشوف هوريكم نعمل ايه. انا جبت كيس هاي لوكس من محل المنظفات، بس بيبقى في المحلات الكبيرة مش في المحلات الصغيرة. هاي لوكس ده بيبقى موجود في المحلات بتاعت المنظفات. جبت كيس، ده اللي كان جواه، دي الخلطة اللي جواه اللي هنعمل منها البريل. هفضي انا الخلطة دي كده، نحضره مع بعض. قلت افيدكم معايا لان انا جربته وتحفة وموفر. هنفضي الكيسين كده، هنقلب الخلطة دي كويس كده ببعضها. انا هقلبها كويس جدا الاول، جربوا الوصفة دي وقولوا لي تعليقاتكم عليها ايه. انا جربتها تحفة. كده انا خلصت خلط المواد على بعضها، دلوقتي هحط بقى ايه، 8 من اللتر مية، 8 لتر مية، يعني الكيس ده هيعمل عندي 8 لتر مية. دولت ستة، انا هجيب كمان اتنين، حطيت ستة وادي 2 لتر كمان. نزل كده اللي عجبوني، ما يغركوش ان خفيف. المكونات لسه بنركنها ساعتين علشان المكونات دي تختلط ببعضها، لازم ساعتين تتركن وهتشوفي شكلها وحلاوتها وجمالها. وبينعم الايد، ما بينشفش الايد ولا بيسمرها.
يعني آمن تماما. وبكام بقى؟ 12 جنيه ونص بس. الكيس ده ب12 جنيه ونص بس، هتعملي منه 8 لتر. شوفي كيس ازازة البريل دلوقتي ب15 جنيه، ولا عدت اللتر اللي هي اللتر اقل من اللتر، عدت ال15 جنيه. ده مش جايب تمن ازازة بريل وصابون، امن تماما على الايد. وكفاية ان انت بتعمليه بايدك بتبقي فرحانة ومبسوطة ان انت عملت حاجة جميلة. انا ما كنتش مصدقه بصراحه لما عملته وجربته، كنتش مصدقه ما بيأثرش على الايد في حاجه، بس اركني ساعتين على ما المكونات تعمل تختلط في بعضها وهتاخدي منه احلى بريل. وبيتقل كل ما هتركنيه هيتقل. انا هركنه ساعتين واوريه لكم بعدها. وكده عندي البريلا خلاص، انا ركنته الساعتين بقى تمام وزي الفل. عمل لي ازازة 5 لتر وازازة لترين، ولسه عندي كمان هنا اللي يعبي ازازة كمان 2 لتر. شوف بقى السمك مع بعض، الرغوة لسه شديدة، على ما يتركن الرغوة دي هتطفي شوية. بصوا عاوز يتخفف كمان عن كده، عمل 8 لتر وانت طبيعي لازم هتخففيه وانت بتغسلي. وصفة جميلة. البريل على طول كده كده بنستخدمه في المطبخ باستمرار، فالوصفة دي هتحبيها وهتعجبك جدا. وكفاية ان هو ما بيسمرش الايد ولا بيأثر عليها في حاجة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.